HD. السلام عليكم متابعي قناة مريانا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس تشجيعا لنا لنستمر لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسائل رمضانية للسعادة الزوجية. هل فكرتي في أن يكون شهر رمضان فرصة لتجديد علاقتك مع زوجك؟ هل تستغلين شهر الخيرات والرحمات في التودد إلى زوجك والتقرب منه أكثر؟ هل تسعدين زوجك في رمضان أم أنت منشغلة بالعبادات والمطبخ والأولاد؟ تساؤلات كثيرة يجب أن تجيبي عليها لأنها في غاية الأهمية. فبالفعل رمضان هو فرصة عظيمة لتجديد العلاقة الزوجية. شهر رمضان شهر مبارك، لو علمنا ما فيه من خير وبركة لتمنينا أن تكون السنة كلها رمضان. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فلا يبقى إلا الخير والتسامح والرحمة والحب. إليك مفاتيح ووسائل رمضانية للسعادة الزوجية. أولا الود والحب، بكل تأكيد هو شهر الرحمة والود والحب والخير، فيجب أن تظهري لزوجك الود والحب وأن تتعاملي معه بالرحمة، وعلى الزوج أيضا أن يعامل زوجته بود ورحمة، وعليه أن يساعدها في أعمال البيت كي يتعاونا معا على أعمال الطاعة من قيام وتراويح. ثانيا أداء الطاعة بشكل يومي سويا. من الوسائل الجميلة التي تنشر في البيت سعادة ودفء لا يوصف هو أن يقوم الزوجان بأداء طاعة معا، سواء قراءة جزء من القرآن سويا أو أن يصلي الزوج بزوجته أو تخصيص دقائق قبل الإفطار للدعاء والزوجة تؤمن خلفه. كلها وسائل تجمع بين الزوجين وتصفي جوا من الألفة على البيت. ثالثا الاجتماع على الفطور والسحور. احرصي أن تجتمعي دوما مع زوجك على مائدة الفطور والسحور، فهذا من شأنه أن يزيد الود في البيت، وستكون أيضا فرصة للحديث عن أمور البيت والأبناء. رابعا تهيئة البيت. حاولي أن تجهز البيت وتقوم بتهيئته قبل قدوم زوجك من الخارج، فقد يكون غاضبا وهو قادم إلى البيت نظرا لكم الأعباء التي يتحملها في العمل، وحينما يرجع للبيت يجب أن يجد الراحة والسكينة والمأوى. لذا فاحرصي على الانتهاء من أعمال البيت باكرا حيث يجد راحته معك. خامسا الصوم مدرسة. من أخلاق الصائم أنه يمتنع عن الفحش في القول والعمل انطلاقا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرئ سابه أو قاتله فليقل إني صائم. سادسا العلاقة الزوجية بين الزوجين في رمضان، فهي مباحة من بعد صلاة المغرب إلى قبل صلاة الفجر كي تسعدين زوجك. ومن الصوم يتعلم الزوجان أن يمتنعا عن القسوة وعن العنف في الحديث، ويصير لديهم صبر على بعضهم البعض في التعامل سويا في الأمور التي يواجهونها في حياتهم. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، ولا بد أن يحرص الزوج على اصطحاب زوجته إلى أقرب المساجد لأداء صلاة التراويح وسماع دروس العلم، وهنا سيكون الزوجان أكثر سعادة في رمضان وبعد رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مريانا.